علشان احافظ بقى على العلاقه، لان مع الوقت الحياه بتاعتنا ان هو الهدوء والسكينه والرحمه دول بيجي معاهم روتين، صح، فالروتين لوحده شيء ممل بيصيبنا لكل بالملل. الاطراف، طبعا. فبالتالي انا محتاجه ان انا اجدد العلاقه. طب اجدد العلاقه دي ازاي؟ رقم واحد انا لازم افهم هو شريك حياتي ايه اللي بيحبه. في 5 حاجات لازم اعرفها، او في 5 لغات للحب لازم اتاكد هو انهي لغه فيهم. كل شخص فينا عنده لغه اساسيه ولغه تانيه ثانويه. لا قولي لنا اللغات دي مهمة. كل واحد يقول بقى هو اي لا لغة. على فكرة انا شاكة فيك يا رضوى. لا انا انت النهاردة مهتمية بالحلقة دي زيادة، يعني وانا حاسة انك انت ايه ناوية على نية كده خالص اطلاقا. مركزة في اللغات، هقول لك بقى لغات يا رضوى. اول لغة اللي هو انه انا احب ان انا اقضي مع الشخص اللي معايا كواليتي تايم، او جودة الوقت، او وقت بقضي معاه. ده اللغة الاولانية. اللغة التانية الهدايا. بعدها في لغة ثالثة اللي هي كلمات التشجيع أو كلمات التقدير. بعدين في لغة اللي هي التلامس الجسدي، يعني بحضنه وبطبطب عليه، هو بيطبطب عليا. وفي لغة تانية اللي هي الخدمات، يعني مثلا أنا عارفة أن أنا جوزي مشغول، فأنا هروح اصلح له العربيه مثلا، او هو عارف ان انا بحب الحته دي، فانا اللي كتير دي بقى. في ستات يا نهى ما بتبقاش عايزه هدايا، بتقولي بس هو لو يعمل، لو يساعدني في شويه حاجات انا بعملها. فهي الفكره في انه كل واحد عنده لغه اساسيه ولغه تانية ثانويه. فانا لازم اكون صريحه وواضحه مع جوزي او مع شريك حياتي، وانا ايه اللي بحبه. هل انا بحب الهدايا، ولا بحب ان انا وانت بس فضي لي وقت ونقعد نقضي وقت مع بعض احنا الاثنين، ولا طيب لا تشجعني اديني كلام حلو، ولا خلينا بس قاعدين ماسكين ايد بعض واحنا ماشيين في الشارع. لا يعني ده ملل بقى. شفتي انت اللي بالنسبه لك ده ملل؟ حد تاني بيقول لي انا نفسي يمسك ايدي، فهو ايوه طبعا ده احساس جميل، بس مش على طول، يعني لازم برضو يبقى فيه ايه شويه كده اكشن يعني. صح، عشان كده يعني هو 5 لغات دول احنا بقى كل كده في تنوع في اللغات. في تنوع في اللغات، وده حسب شخصيه كل شخص، يعني كل طرف وحسب يقول الوقت. يا رضوى بتهيألي يعني ممكن اللغه دي تتغير مع الوقت، او مع انه يعني في كل مناسبه او في كل ظرف من ظروف الحياه ممكن اللغه تستخدم غير الثانيه. ممتاز جدا، ده حقيقي فعلا. احنا اللغات دي ممكن تتغير مع الوقت، ولكن هي على الاقل لازم اكون شارحه نفسي لشريك حياتي، لانه ممكن يكون هو بيعمل مجهود من وجهه نظره. طب ما انا بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك، طب انت مش مبسوطه ليه؟ لكن انا مش عايزه ده، انا عارفه ان انت بتعملي ده، بس انا عايزه الحاجه الثانيه اللي انا عايزاها، او اللغه الثانيه اللي انت مش بتقدر تلبيها لي. طب لنفترض مثلا ان الزوج ده او شريك الحياه ده عنده هوايه معينه، فهي بالتالي عايزة تقرب منه، فهتبتدي تهتم وتمارس نفس الهواية دي. طب مع الوقت مش هيبقى عندهم حديث، يعني ما هم لازم كمان تبقى هي بتعمل حاجة مختلفة عن اللي هو بيعملها عشان يبقى في حديث، فبالتالي يبقى في اختلاف، تواصل بالظبط. هو لازم يبقى في الاثنين، في الاختلاف فنقدر نتكلم ده، وفي المشاركه. يعني فكرتيني انا ماليش كان في كره القدم مثلا، وجوزي يعني كره متعصب. هل انا بقى المفروض ان انا، معلش انا اتحمقت شويه، هل انا المفروض ان انا اقعد معاه اتفرج على الماتش وانا مثلا ما بحبش الكوره خالص، واقعد بقى ايه ده ازاي يشوط كده واقول الحاجات الغلط اللي بيها، هو يقول ايه بلاش تتفرجي احسن. شيلي كلمه المفروض وحطي بدلها كلمه انا احب اتفرج مع الماتش، يعني انا ما كنتش بلاقي. طب انا ما بفهمش في الكوره مثلا، بس بحب اعمل ده معاه، بحب اعمل ده، بحب هو عشانك انا قعدت واتفرجت. بالظبط، انا بحب ده علشانك انت. فده ممكن يكون هو بيحب ان انا اقعد جنبه وقت كره القدم، فدي بالنسبه له حاجه يعني هو هيقدرها جدا. فخلينا نحط كلمه او هو بيحب بلاي ستيشن مثلا تجيبهوله مثلا يعني ده في الهدايا لما نتكلم. ده لما ده في الهدايا هو طبعا لما هتجيبهوله هيسيبها بقى ولا هيسال فيها، خلاص هيركز في البلاي ستيشن يعني. فهي الفكره ان انا علشان اخده للمنطقه بتاعتي، او اخد شريك حياتي للمنطقه بتاعتي، انا ما ينفعش ابقى بره المنطقه بتاعته واقول له انت مش حاسس بيا، مش مهتم بيا. انا محتاجه ان انا اروح له واشاركه في اهتماماته، واخده ونطلع ليه اهتمامات.